وإلى جولة في الملاعب العالمية، حيث تتجه الأنظار في 10:45 مساء اليوم إلى ملعب ستانفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن، حيث يستضيف تشيلسي ضيفه برشلونة الإسباني في ذهاب دوري 16 لدوري أبطال أوروبا. ويسعى برشلونة للثأر من تشيلسي الذي أخرجه من البطولة في 2012، فيما يسعى الفريق اللندني لتأكيد تفوقه على النادي الكتالوني في لندن، حيث يرجع آخر فوز لبرشلونة على هذا الملعب إلى فبراير 2006. وفي مباراة أخرى يستضيف بايرن ميونخ الألماني فريق بشكتاش التركي في مباراة من المتوقع أن يحسم فيها الفريق البافاري بطاقة الصعود بشكل كبير. أعلن ريال مدريد الإسباني أن الثنائي مارسيلو ولوكا مودريتش سيخضعان لفحص طبي اليوم من أجل التعرف على إصابتهما ومدة غيابهما عن الملاعب. وقال النادي الملكي أن لاعب الكرواتي لوكا مودريتش سيتم تحديد مدة غيابه عن الملاعب خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن لا يسافر مع ريال مدريد لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في مارس المقبل. وذكر التقارير الصحفية أن مارسيلو الذي أصيب خلال مباراة بيتيس سيغيب لمدة 15 يوما، مما يعني عدم لحقه بموقعة باريس. يسعى مانشستر يونايتد الإنجليزي لضم الألماني الدولي توني كروس لاعب ريال مدريد الإسباني، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية أن انضمام كروس إلى مانشستر يونايتد لا يعني رحيل الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط الفريق، والذي رجحت وسائل الإعلام رحيله بعد دخوله في خلافات مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو. وأضافت الصحيفة أن مورينيو حدد جوليان فيجل لاعب وسط بروسيا دورتموند الألماني كبديل في حالة فشل ضم كروس من ريال مدريد الصيف المقبل. يبحث الحارس الإسباني إيكر كاسياس عن تجربة جديدة في عالم كرة القدم، وذلك بعد قضائه 3 أعوام في بورتو البرتغالية. وذكر موقع كاليتشو ميركاتو الإيطالي أن كاسياس يسعى للانضمام إلى الدوري الإيطالي في تجربة جديدة بداية من الموسم المقبل، ولم يحدد الموقع اسم النادي الذي سيلعب له كاسياس حال انتقاله للعب في إيطاليا. قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فتح تحقيق في واقعة اشتباك سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي مع أحد مشجعي ويغان خلال مباراة الفريقين في كأس الاتحاد الإنجليزي أمس. وكان أغويرو قد دخل في اشتباك بالأيدي مع أحد مشجعي ويغان عقب المباراة التي انتهت بفوز ويغان بهدف نظيف ليتأهل بذلك إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. وسيفتح الاتحاد الإنجليزي تحقيقا واسعا حول تصرفات مشجعي ويغان طوال المباراة، حيث كان المتسبب الأول في انفلات أعصاب أغويرو والمدرب غوارديولا الذي دخل في مشادة هو الآخر مع مدرب ويغان بول كوك.